بعد كده الموضوع الرئيسي اللي هنتكلم فيه النهاردة هو قول الرب: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له، إلى آخر هذا الكلام. هنا وتصادفنا عبارة مهمة جدا بيقولها كتير من الناس، وهي: يا ما صليت وما أخدتش حاجة. فإزاي ربنا بيقول اسألوا تعطوا واطلبوا تجدوا، وأنا يا ما صليت وصلاتي لم يستجبها الله؟ هنا وأقول بعض ملاحظات. طبعا اطلبوا تجدوا إن كان هذا الطلب موافقا لمشيئة الله، لازم تحطها في ذهنك دي. أصل الكتاب المقدس ما يتخدش آية واحدة والواحد يترك باقي الآيات. الكتاب بيقول تطلبون ولا تستجابون لأنكم تطلبون رديا. خلي بالكم النقطة دي. تطلبون ولا تستجابون لأنكم تطلبون إيه؟ رديا. مش كل طلب انت بتطلبه يكون موافق لمشيئة الله او يكون لصالحك. واحد الادباء قال كلمة لطيفة، قال: تصلون ولا تستجابون لان هناك ملائكة تصلي من اجلكم ان ربنا ينجيكم من صلواتكم. يعني ياما بنت مثلا يكون عاجبها ولد هيخطبها وتصلي ان ربنا يتمم الحكايه دي، بينما ربنا عارف انها مش هتستريح مع الولد ده على الرغم من الشيء الظاهر ليها، فهي بتصلي لان في نظرها ان ده كويس، وجايز ما يكونش كويس. انت ايه اللي عرفك؟ ربنا عارف الخفيات بطريقة انت ما بتعرفهاش. جايز انت تقدم على وظيفة وتصلي كتير والوظيفة ما تجيش، وربنا عارف انك مش هتستريح في الوظيفة دي، وجايز يجهز لك وظيفة احسن منها. نحن لا نعرف ايه المفيد لينا، ربنا يعرف اكتر مننا. فلازم الحاجة اللي الواحد يطلبها تكون موافقة لمشيئة الله وموافقة لحكمة الله وحسن تدبيره. جايز تكون الحاجة مش كويسة، وجايز تكون كويسة لكن ربنا بيدور على حاجة أفضل منها. جايز تكون كويسة وربنا بيدور على حاجة إيه؟ أفضل منها. فالعبارة التي أستطيع أن أقولها لكم تعليقا على عبارة اسألوا تعطوا: أنتم تعطون ما هو خير لكم وليس ما تطلبونه بالحرف. يعني أنت بتسأل، بتقدم لربنا مشكلتك وبتقترح حلول، ربنا هيوضب لك موضوعك بس جايز بحلول أخرى، فأنت هتستجاب وتأخذ ما هو خير لك وليس بالذات ما تطلبه بالحرف. ده أنا يعني أقف أحيانا في متأملا في عمق عبارة قالها القديس باسيليوس. بيقول مريض بيطلب صحة وهو لا يعرف ما هو الصالح له، الصحة أم المرض. تقول لي إيه المبالغات بتاعت القديسين دي؟ حد ما يعرفش إيه الصالح ليه، الصحة أو المرض؟
أقول لك قديس من أعظم قديس الأرض، بل يكون من أعظم قديس المسيحية من أول تاريخها، القديس بولس الرسول. بيقول أعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني لكي لا أرتفع. إلى الله تضرعت 3 مرات أن يفارق، فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. الله وجد ان المرض نافع لبولس اكتر من الصحة. جايز النفع مش من ناحية الصحة الجسدية، لكن النفع من ناحية الصحة الروحية. هذا المرض كم اعطاه من التواضع لكي لا يرتفع من فرط الاعلانات. اعطي شوكة في الجسد، ده أحيانا مرض يعطى لإنسان ينفعه أكتر من 1000 عظة، بحيث يشكر ربنا اللي اداله هذا المرض لأن نفعه أكتر من 1000 عظة. جاي استعبه جسديا، لكن مهده للوضع الروحي السليم ولأبديته أيضا. كتير مننا واحنا بنمشي في الشارع بكل قوة ونقعد في بيوتنا بكل قوة بننسى ربنا. واحد ينام له كده على فراش المرض شوية، او يخش اوضة العناية المركزة، تبص تلاقيه ابتدى يقول يا رب، يقول له ربنا ما انا عايزك كده، انا جايب لك المرض ده كويس بس مش عايز اشفيك على طول، لان لو شفيتك على طول هتنسى كلمة يا رب، خليك قاعد شوية تاني لغاية لما الكلمة تتعمق فيه. جايز لو طال عليه المرض بدل ما يقول يا رب بس يندر ندر، يقول له عال اتقدمنا خطوة. جايز يفتش نفسه وهو على فراش المرض ويكتشف في نفسه أخطاء ويقول يا رب أنا عارف إنك أنت زعلان مني عشان كذا أو كذا، طب حاضر ما زعلكش أبطل دي ودي. ربنا يقول له عال أدينا اتقدمنا خطوة. أنت لا تعرف كما قال القديس باسيليوس ما هو النافع لك، الصحة أم المرض. ده جايز في مرضك تكتشف أصدقاء لك عمرك ما كنت تفكر أنهم حبايب ليك بالشكل ده، يا ما بيحصل. إحنا ساعات ما بنعرفش خيرنا من شرنا، نفعنا من ضررنا، ساعات ما بنعرفش. اطلبوا تجدوا، بس المهم انكم تطلبوا بحكمة وبما يوافق مشيئة الله. طب شوف، يا ما القديسين طلبوا طلبات لا توافق مشيئة الله. القديسين هتستغربوا من الكلام ده، ده انا هقول لكم ادلة ملهاش حصر كتير خالص. خدوا مثلا يوحنا الحبيب وأخوه، والمسيح رايح في السكة لأن وجهه متجه نحو أورشليم، مدينة من السامرة أغلقت أبوابها في وجهه، فقال له التلميذان قل يا رب أن تنزل نار من السماء فتحرق هذه المدينة. أهي طلبة، قال لهم اطلبوا تجدوا، قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما. إيه الكلام اللي بتقولوه ده؟ وقديسين كبار، حد يتكلم على مستوى يوحنا الحبيب؟ ده قديس جبار. او مثلا الجلوس عن يمينه وعن يساره، برضو قل ان واحد يجلس عن يمينك والتاني عن يساره. قال لهم لا، برضو بتطلبوا طلب مش مظبوط. انتوا عايزين تطلبوا، اطلبوا انكم تصطبغوا بنفس الصبغة اللي انا اصطبغ بيها. اطلبوا الالم لكن ما تطلبوش العظمة. ما هو طلب برضو ما كانش مظبوط. ده مرة ينادي النبي تعب بعد حكاية نينوى، فجلس حزين خارج المدينة وقال يا رب خذ نفسي لأن موتي أحسن من حياتي. ده لو ربنا طوعه وخد نفسه
كان هيموت وهو متذمر وحالته تعبانة ويبقى مصيره مش تمام. ربنا يعني ما علقش على العبارة دي، قال له طب زعلان من ايه نصطلح، وساب حكاية خذ نفسي دي، خذ نفسك. ده لو كل طلب احنا بنطلبه وربنا استجابه ده ممكن نضيع نفسنا بالطلبات بتاعتنا. انا مش بقول لكم اشخاص عاديين، ده نبي اسمه يونان. طب خدوا نبي زي ابراهيم اب الاباء، لما اتاخر عليه ربنا في حكايه ان يجي له ابن، قال له يا رب فليعش اسماعيل قدامك، اهو طلب. فربنا قال له لا، بسارة يدعى لك نسل. ابراهيم اب الاباء برضه مش عارف النافع ليه من الضرر. اوعوا تفتكروا ان احنا وصلنا الى عمق الحكمه اللي كل الطلبات اللي بنطلبها بتكون موافقه لمشيئه الله. مين قال الكلام ده؟ داوود لما اخطا مع بالشبع، وبعدين كان نتيجه الخطيه اتولد ولد، وبعدين الولد مرض، وداود صام ما كلش وقعد يطلب من ربنا حياة الصبي ومات الصبي. ده داود النبي، مين فينا يعرف يصلي زي داود وطلب حياة الصبي؟ فربنا مع طلب داود ما استجبش، لأن لو عاش هذا الصبي كان هيبقى مشكلة. احنا ما نعرفش المستقبل ايه، امور كثيره جدا ما نعرفش الخير ايه، عشان كده بنصلي ونقول له لتكن مشيئتك. بنطلب من ربنا طلبات، وفي نفس الطلبات بعديها نقول ابانا الذي، ونقول لتكن مشيئتك. نقول له يا رب على حسب معرفتنا المحدوده بنفتكر ان الخير فدي وبنطلب. أما أنت المخبأ في كل كنوز العلم والمعرفة، أنت غير المحدود في حكمتك ومعرفتك، أنت اللي حكمتك فوق فهمنا وفوق استقصائنا، تعرف ما هو الخير لنا ومش هنزعل. استجبت هنبقى مبسوطين، ما استجبتش نبقى إيه؟ مبسوطين. لكن الناس بقى اللي يقولوا انا اصلي وربنا ما يستجبش، طيب ما عدتش اخش كنيسه، ما عدتش اتناول، ما عدتش اعترف، ويقعد يهدد ربنا. جرى لك يا حبيبي، هو انت فاكر ربنا ده يعني بتفرض عليه اوامر لابد ان يطيعها، وان ما طاعهاش تزعل منه؟ فكر ليه السبب ربنا ما استجبش الطلب، هنشوف. ده في ناس طلبوا من المسيح طلب كان عجيب جدا، وطبعا ما رضيش يستجيب ليه. قالوا له انزل، ان كنت ابن الله انزل من على الصليب. طب ده انا لو نزلت هتبقوا تضيعوا كلكم، اهي طلبه. يقول برضو اطلبوا تجدوا، اهي طلبه غلط. حتى اللصين كانوا بيعيروه في الاول ويقولوا له انقذ نفسك وانقذنا، خلص نفسك وخلصنا، برضو ما سمعش الكلام. يقول اسألوا تعطى واطلبوا تجدوا، اسألوا تعطى واطلبوا تجدوا في حدود مشيئة الله الصالحة، لأن في طلبات غير صالحة. ده ساعات ناس يطلبوا خراب بيوت آخرين. هو بالاق ما جابش بالعام عشان يلعن الشعب؟ ده انتوا تلاقوا في بعض الكتب القديمه بقى زي دلال المزامير ودلال الدلال والكتب القديمه دي، يقول لك اذا اردت انك انت تنتقم من عدوك، طبعا كلام غلط من اوله، تجيب المزمور الفلاني بتاعت قاوم يا رب مقومية وحارب محاربية وشوية حاجات زي كده، ومش عارف تعمل ايه في مية وتعمل ايه في الزيت، وتصلي المزمور فيكون هلاكه بإذن الله، هلاكه بإذن الله.
أو واحدة تروح لأب كاهن وتقول له فلانة تعباني أو فلان تعبني، يا ريت تدعي دعوة ربنا يخلصني منه. الطلبات بتاعت الانتقام دي ما تنفعش أبدا، ولا قوم يا رب مقومية. برضو لازم الطلبة تكون بعقل وفي حدود مشيئة الله. ساعات ناس يقولنا ويقول انتم مش كهنوت وفي ايديكم الحل والرب، ويطلبوا طلبات ضد مشيئة الله، زيجة غير مظبوطة يطلبوها، ان احنا نجوزهم في فترات الصيام، ويقول لك في ايدك الحل والربط. احنا عندنا الحل والربط داخل وصية ربنا مش خارج الوصية. خارج الوصية لا حل لنا ولا ربط. لو كانت حاجة جديدة الناس ما يعرفوهاش في ضوء الوصية، حتى ما كانش في وصية صريحة، يبقى في ضوء التعليم العام بتاع الكتاب. لكن واحد يقول اطلبوا تجدوا ويطلب حاجة مش معقولة. إذا أردت أن تطاع سل ما يستطاع. أو واحد يطلب طلبات معناها إنه يمشي في الطريق الواسع باستمرار، عايز كل حاجة تبقى سهلة، مش عايز يحمل الصليب في حياته. زي واحد يمشي في السكة ويتعب، يطلب من ربنا يبعت له سحابة يركبها يوصل بيها، يمشيه بالمعجزات في كل حاجة من حياته تحصل له معجزة. كمان عبارة اطلبوا تجدوا، انت تطلب من ربنا وتعمل، مش تطلب وتنام وتكسل. يعني التلميذ يطلب من ربنا النجاح ويقول النجاح يوافق مشيئة الله، انا ما بطلبش حاجة ضد مشيئته. ايضا يوافق مشيئة الله انك انت تذاكر وانك انت تستعد، ولا يوافق مشيئة الله ان يعطيك بغير استحقاق. او واحد يصلي ويقول، يقول له يا رب ما تضبطش في الغش اللي هغشه، يقول يوافق مشيئة الله ان انا ما تفضحش، وايضا يوافق مشيئة الله انك ما تغشش. فبرضو عايز الواحد في طلبته لربنا يطلب طلبة واعماله تتناسب مع الطلبة. مش واحد يتشعبط على ماسورة يجي يسرق بيته يقول يا رب استر يا رب استر، ومن كل قلبه وبلجاجة وبإيمان. عايز لازم الواحد يطلب الطلب ويعمل ما يناسب هذا الطلب، مش يطلب ولا يعمل. لأن بيقول إيمان بدون أعمال ميت. فأطلبوا تجدوا، صحيح أطلبوا ولكن اشتغلوا. قل له يا رب نجحني وذاكر، قل له يا رب وفقني في الرسالة بتاعتي واشتغل في الرسالة بتاعتي، قل له يا رب وفقني في العمل بتاعي وكن أمينا في العمل بتاعك. لكن لا تطلب ولا تعمل، وإلا تبقى بتجرب الرب إلهك وبتطلب منه حاجات ضد عدله. فمفروض إنك أنت تطلب من ربنا وتشتغل. لأن بيقول كثيرون يقولون لي يا رب يا رب، وبعدين يا رب باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين، فأقول لهم اذهبوا عني يا ملاعين إني لا أعرفك قط. يا فاعل الاسم هتقول يا رب يا رب وانت فاعل اثم، بيقول صراط الأشرار مكرهة للرب. أنت تصلي وتطلب وتصلي من قلب طاهر. تصلي إيه؟ من قلب طاهر.
لأن بيقول صلاة الأشرار مكرها للرب. العذارى الجاهلات ما قالوا يا ربنا يا ربنا افتح لنا، قال لهم لا أعرفكم، لأنهم عايزين يخشوا الملكوت بمصابيح خالية من الزيت، والزيت يرمز للروح القدس. اطلب صحيح، ولكن اطلب بقلب طاهر، لأن صلاة البار تقتدر كثيرا في فعلها. لكن تمشي في الخطية ومتخاصم مع ربنا وتقعد تطلب، طب ما تصطلح في الأول وبعدين تطلب. هو اطلبوا تجدوا، يعني اطلبوا وانتم متخاصمين، ولا اطلبوا وانتم مصطلحين؟ مفروض تصطلحوا مع ربنا وتطلبوا. اطلب الملكوت واعمل لأجله، اطلب الملكوت واعمل لأجله، اطلب مغفرة الخطية وتوب عن الخطية. مش بس تقول اطلبوا وتجدوا، اطلبوا دي ما لها شروط، هي رخ. اطلب قبل فوات الفرصة، ما تعملش زي العذارى الجاهلات. زي ما الكتاب قال اطلبوا تجدوا، قال كونوا قديسين كما ان اباكم الذي في السماوات هو قدوس، وكونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. فلو كنت كامل وقديس هتطلب تلاقي السماوات اتفتحت امامك على طول. ما تاخدش ايه وتسيب بقيه الكتاب، اطلبوا تجدوا، ده فيها ايات تانية. على الاقل اطلبوا تجدوا، حط امامها ماذا تطلب وكيف تطلب. ماذا تطلب؟ قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وكل هذه تزدادونها. ما جايز انا بطلب كل طلباتي عالميه وماديه وما لهاش علاقه بملكوت الله وبره، وربنا يقول يا ابني اديني قلبك، اديني قلبك في الاول وبعد كده اطلب زي ما انت عايز، لكن ما فيش عمار بيني وبينك، وكل يوم والتاني طلبات طلبات طلبات. جايز تطلب ولا تستجاب، لان كل ما ربنا يجيب لك حاجة عمرك ما تشكر. عمرك ايه؟ ما تشكر. لو كنت انت كل طلب بتطلبه من ربنا بتشكر عليه، يبقى لما تطلب طلب جديد ليك دالة. قليل مننا اللي بيشكر، وغالبيتنا بنطلب ولما جبنا الحاجة ننبسط ونستريح وننسى نشكر عليه. او جايز معاملتنا مع ربنا مش لطيفة، يا ما بنطلب ونندر ندرات وما نوفيهاش، فنيجي نطلب تاني ربنا يقول ما انا عارفكم. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. عشان كده قال لا تهتموا بما تأكلون ولا تهتموا بما تشربون ولا تهتموا بما تلبسون، كل هذه تطلبها الأمم، لكن انتوا خلوا طلباتكم روحية. وثق إذا كان ليك طلبة روحية يبقى الطلبة الروحية دي تتفق مع مشيئة الله. عشان كده ربنا قدم لينا الصلاة الربية اللي هي صلاة نموذجية، أولها كلها حاجات خاصة بربنا. يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك، كلها حاجات خاصة بربنا في الأول، وبعدين الحاجات الخاصة بينا الخبز الروحي والبعد عن التجارب وغفران الخطايا ونجينا من الشرير، بعيدة عن الأمور المادية. احنا بس نصطلح مع ربنا ونمشي معاه كويس، وبعد كده اي طلب تطلبه.
تلاقي خلاص ربنا مستعد يستجيب لك لأن قلبك معاه. وساعات كمان في ناس ما بيعرفوش ربنا غير لما يحتاجوا لشيء فيطلبوا، وربنا يقول لا، ده احنا نكون علاقة في الأول، وما تكونش العلاقة بيننا وبين بعض على أساس الاحتياج والطلب. فابدأ بالمحبة نحو الله، ابدأ بالمحبة وبعدين قدم الطلب كقاعدة. المحبة تسبق الطلب، وكقاعدة المحبة تعطي دالة للطلب وتعطي استجابة للطلب، لأن المحب لا يطلب شيء ضد مشيئة الله. كيف تطلب؟ تطلب بانسحاب، تطلب بلجاجة، تطلب بإيمان، تطلب بقلب، تطلب بحرارة، تطلب بمشيئة ربنا. وبس ناخد اطلبوا تجدوا وننسى طريقة الطلب. ده في ناس ساعات يطلبوا من ربنا بكبرياء، يقول لي يا رب انا عايز الحاجة الفنية وان ما جبتش. ها انت بتهدد، طريقة الطلب بتهديد، ما تجيش الامور كده، ما تجيش الامور كده. في بعض اوقات ساعات ربنا بيسمح بفترات من التخلي الجزئي لفائدة الانسان، التخلي الجزئي زي عذراء النشيد لما بتقول طلبت فما وجدت، دعوته فما اجابني. فترة من فترات التخلي الجزئي لفائدة روحية، علشان كده بعد ما لقت ربنا قالت أمسكته ولم أرخه. ساعات ربنا يحوجنا إن احنا نتعب وما نستجبش علشان نستفيد روحيا أو نتذكر أخطاء سابقة ونتوب عنها. كمان إذا طلبت طلب من ربنا، اعطي ربنا المدى الزمني او الوقت المناسب الذي يستجيب فيه. ربنا هيحقق لك رغبتك لكن في الوقت الذي يراه مناسبا، وعمل كده مع ابراهيم وعمل كده مع كتير من الاباء. احنا ساعات بنكون قلقانين من السرعة، نطلب الطلب وسرعة 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 والحاح وسرعة، وما نفكرش ندي ربنا فرصة. ده ربنا وعد بالخلاص ولكن لم يقدم هذا الخلاص في التجسد إلا في ملء الزمان. كل طلب تطلبه اعرف انه موجود في ذاكرة الله، والله لم ينسه ولم ينساه، وسيستجيب هذا الطلب في الوقت المناسب بمشيئته الصالحة الطوبوية. كمان لما تطلب طلب ما تحددش دائرة ضيقة لهذا الطلب، اطلب وسيب ربنا يختار لك الصورة المناسبة للطلب اللي انت عايزه. اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا. في نقطة تانية عايز أقولها في دي، وهي ربنا بيقول بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. طب ودي إيه اللي دخلها في الموضوع؟ أنت بتطلب وعايز ربنا يعطيك، اعطي أيضا من يطلب منك. اعطي لكي تعطى، اعطي لكي تعطى. خليك حنين في طلبات الناس اللي بيطلبوها منك، عشان لما تطلب من ربنا يعاملك بنفس الحنية وأزيد شوية. لكن انت غيرك يطلب منك وما تديش، وبعدين تطلب من ربنا وعايز يديك
يقول لك بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. عشان كده في آية بتقول ايه؟ من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو ايضا ولا يستجاب له. من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو ايضا ولا يستجاب له. عايز ربنا يعطيك طلباتك، خليك لطيف مع الاخرين. كل شيء تقدر تعمله للناس اعمله. كل سؤال يسألوه الناس وبإمكانك انك تعمله اعمله. خليك قلب حنين وطيب ومعطاء، وخليك كريم في عطائك، وخليك مستجيب لكل صرخة، فحينما تصرخ يستجيب الرب ليك. فما تجيش تاخد اسأل وتعطى وتطبقها على نفسك في الأخذ وما تطبقهاش على نفسك في الإعطاء. يا ما في ناس يطلبوا من ربنا وبعدين يقول لهم انتوا قلبكم قاسي ما بتدوش لغيركم فأنا برضو مش هديكم. ما ناخدش آية ونسيب بقية الآيات. الكتاب بيقدم اسألوا تعطوا على اعتبار انك انت بتسأل ربنا، بتسأل الأب السماوي. يعني برضو اسألوا تعطوا وتتحط جنبيها السؤال من تسأل لكي يعطي. مرة راحيل سألت يعقوب في طلب، قالت له اعطني نسلا وإلا فإني أموت. فشخط فيه، قال لها هل أنا مكان الله؟ ربنا هو اللي بيدي الناس. والبنون ميراث من الرب، واللي عايز يطلب يطلب من ربنا. وربنا يعطي. ساعات احنا ما نلجأش لربنا في سؤالنا غير بعد ما نجرب كل الوسائل وما تجيبش نتيجة، وبعدين آخر الخط نقول له يا رب ما فيش غيرك. زي بعض، هو نفسه بيقول ادعوني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني. يا ريت ان احنا باستمرار تكون لنا صلة بربنا، بحيث ربنا نعتبره القلب الحنين اللي نطلب منه. لأن في إنسان في مشاكله بيطلب من ذكائه ومن عقله بعيدا عن الله، وفي إنسان بيطلب من الآخرين بعيدا عن الله، وفي إنسان بيطلب من العلم والاختراعات بعيدا عن الله. لا مانع من أن نستخدم كل الطرق السليمة الطيبة، ولكن الله يكون فوق الكل وقبل الكل. وهو ده الباب اللي تقرعه يفتح لكم، لأن ربنا عنده من المحبة ما يجعله عايز يعطي للناس. وممكن ربنا يعطيك دون أن تطلب، ممكن ربنا يعطيك دون أن تطلب. زي أب بيشوف احتياجات أولاده وبيعطيهم دون أن يطلبوا، ما ينتظرش لما ابنه يقول له اديني هات لي لبس هات لي مصاريف هات لي أكل، بيعطيه دون أن يطلب. لكن لما بيقول اطلبوا، علشان أنت لما بترفع قلبك لله ويعطيك بتزداد العلاقة بينك وبين ربنا، تزداد الرابطة بينك وبين ربنا، يزداد الحب اللي بينك وبين ربنا نتيجة عطاياه. وهو في بقية الإصحاح اتكلم برضو عن العطاء، بيقول إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السموات
يهب خيرات للذين يسألونه. صدقوني الخيرات التي يعطيها لنا الله دون أن نسأل أكتر بكتير جدا من الحاجات اللي بنطلبها. الله أعطاك الوجود دون أن تطلب، والله أعطاك العقل دون أن تطلب، وأعطاك مواهب كثيرة دون أن تطلب. أنا فاكر مرة اديتكم عظة عنوانها دون أن نطلب، مش وقتها. فكم بالأولى لو طلبت. المسيح بيقول للآن لم تطلبوا، اطلبوا لكي يكون فرحكم كاملا. أظن نكتفي بكده، اتفضلوا وصلوا.